أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب. البداية كالمعتاد بالعناوين، وفي هذا المساء سنتابع: ممثلو اللولا يرفضون زيادة عدد الأندية، الموافقة على محترف وحيد للموسم المقبل، الملعب يكشف خفايا زيارة سلمان نمشان لملعب الشعلة، تاهبا للتصفيات الآسيوية المنتخبنا للشباب يواصل استعداداته، وخالد القروني الأولوية في الاستفادة من منتخب كولومبيا. نجوم مصر يرشحون الأفضل لجوائز القناة السعودية الرياضية، والإعلاميون المغاربة جوائز القناة الرياضية تسهم في تطوير الرياضة المحلية. أينما كنتم أهلا بكم، كانت هذه هي العناوين. بالتفاصيل سنتابع الكثير من الأحداث الرياضية لهذا المساء. اسمحوا لي في المستهل أن أرحب بضيفي الكريمين معي في الرياض، الأستاذ عبد الله الفراج وهو الزميل الإعلامي في صحيفة الوطن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير. سعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة. أنا سعيد إن شاء الله، وأكون إن شاء الله نضفي شيء جديد لهذه الحلقة. عبر الأقمار أرحب من جدة بالأستاذ عبد الله فلاتة رئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة. عبد الله مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور السرور، أمس عليك وعلى السادة المشاهدين والزميل العزيز. اهلا وسهلا بكم. على اي حال، نحن سنكون في كثير من الاخبار الرياضيه التي ستتوالى.